احنا بشكل عام بشهر 4 متوقعين انه اكثر من 20,000 مسلين فلسطينيين امرقوا طريق المعبر جسر الالنبي الشيخ حسين. اسمي الشيخ فتحي محمد طاهر قطير، امام مسجد البر والتقوى في سيريس منطقه جنين، طالعين عمره مع شركه القسام. معي انا في الباص اللي طالع فيه 30 راكب، في باص ثاني 10 ركاب في منطقه سلاله. رايحين نمكث في المدينة 3 أيام نصلي فيها، و7 أيام في مكة نطوف ونصلي وندعي الله سبحانه. بالنسبة لموسم العمرة في مكة للمصلين الفلسطينيين بتاريخ 15/4 سيعمل المعبر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والأردني وسلطة الطيران الإسرائيلي، وذلك لتسهيل خروج ودخول المصلين.